يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض شيوخ الصوفية إنهم يصلون في المسجد الحرام مع أنهم في مكان بعيد جدا وهم لا يصلون مع الناس، فما الحكم فيهم وهل يصدقون في هذا؟ يكفرون في هذا، يكفرون في هذا، لأنهم يتركون الصلاة ويقولون إحنا نصلي في المسجد الحرام، هذا من التلبيس على الناس والكذب. وإن صح أنهم يصلون في المسجد الحرام فاللي تشيلهم شياطين، تشيلهم الشياطين تطير بهم، لأنهم أطاعوا الشياطين وانقادوا لهم فخدموهم، تخدمهم الشياطين لما كفروا بالله وأطاعوا الشياطين خدمتهم. على كل حال هذا من الكذب والتدجيل. ولذلك يروى أن قوما يصلون عندهم واحد النائم قالوا أيقظ هذا النائم، قالوا لا هذا يصلي في المسجد الحرام، يبي ينام ويقول لهم أنا أروح أصلي في المسجد الحرام، يصدقونه في هذا لأنه ولي من أولياء الله يقولون. نعم.